أهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عبر الكتاب مرحبا بيك دكتور أشرف عزمي أهلا وسهلا بيك في بيك وقت جديد ربنا رب رب يدهلنا نعرف كل اللي على قلبه لينا النهاردة من خلال أمين. ما يعطيك أمين كملنا في الحلقات اللي فاتت أو بدأنا في الحلقات اللي فاتت بقالنا تقريبا حلقتين فاتوا بنتكلم عن القيامة في أكثر من زاوية النهاردة بنكمل كلامنا في اعتراضات على قيامه المسيح يبدو ان الكلمه ممكن تكون غريبه على ودنك لو انت عايش في بيت مسيحي او متربي في كنيسه في حد يعترض على قيامه المسيح في حد يشك فيها كتير علشان كده النهارده احنا بنكمل ومهتمين جدا ان احنا نكمل ايه هي الاعتراضات اللي بتوجه لينا على قيامه وحقيقه قيامه المسيح الحقيقيه احنا في العيد بنقول كلمه معروفه ومشهوره جدا وفي كل مناسبة بنقولها في مثل هذه الأيام المسيح قام حقا قام حقا قام بنأكد حقيقة القيامة ليه؟ عشان ياما منذ العصور اللي فاتت كلها والعهود اللي فاتت كلها تقدمت اعتراضات على عدم صحة هذا الحدث التاريخي بالفعل ده صح مش كده أسيس أشرف؟ ده صح طيب عايزين نكمل النهاردة آه مكان ما وقفنا بالظبط، احنا وقفنا عند الاعتراضات اللي موجهه إلى م. هذا الكلام والاتهامات. طبعًا. وكلمنا عن القبر الفارغ الأسبوع اللي فات، واتكلمنا عن الظهورات المسيح، وكلمنا عن تأثير رسالة أو حقيقة القيامة في حياة التلاميذ والكنيسة. أول من ضمن الاعتراضات، احنا هنكمل السلسلة فده مش أول الاعتراضات أيوه. يعني. لكنه من ضمن الاعتراضات إنه بيتقال إنه القصة دي غير حقيقية. لانه ما بين متى ولوقا ومرقس ويوحنا هناك بعض التناقضات يعني الاختلافات في الديتيلز يعني هقول ازاي آه يقول المعترض ان قصه القيامه تحتوي على تناقضات مثل عدد النساء الذين ذهبنا للقبر ما بين متى وما بين لوقا ما بين مرقس وما بين يوحنا متى يقول انه مريم المجدليه ومريم الاخرى كويس متى 28 مرقس بيقول مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسالومه كويس في حين ان لوقا يذكر مريم المجدليه ومريم ام يعقوب ويونا بينما يوحنا الحبيب يذكر فقط مريم المجدليه فهو بيقوله يعني لو هي حقيقيه يبقى اكيد لازم يتفقوا على ايه على الديتيل يحددوا لنا بالظبط يعني بالظبط آه. يعني فده ده اول اول نقطه بيقولوا فيها تناقض النقطه الثانيه من الذي دحرج الحجر ملاك ولا ملاكين ولا متى يقول انه ملاك رب اي يذكر ملاك واحد كويس بينما مرقس بيذكر ان المريمات راينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حله بيضاء في حين ان لوقا يقول رجلان وقف بهن بثياب براقه يوحنا لم يذكر شيء عن الملاك ده تناقض فده برضو جزء من المشكله انا, أنا بقول صح ولا غلط ما لا ما هو ده تناقض بس تناقض ظاهري انا لو أنا, لو انا عايز عايز كل واحد يبقى معانا في الصوره يعني لانه يبان كده الاول, الأول طبعًا. مره ان انا اسمع الكلام ده فيها لو انا اول مره اسمع الكلام ده اقول بس عندكم اربع اشخاص بالزبط. كل واحد بيقول كلام مختلف عن الثاني مين الصح بقى ف... وهل يبقى كده في تناقض بما ان في تناقض يبقى الكلام ده مش مظبوط ب... يبقى في نقطه المريمات مم. عدد النساء عدد النساء والنقطه الثانيه الملاك ولا ملاكين والنقطه الثالثه من قتل القبر اولا تمام كويس متى 28 9 يقول مريم المجلي... المجدليه ومريم الاخرى مرقص يذكر المجدليه وبولس يقول في كورنثوس الأولى أن يسوع ظهر لصفا أي لبطرس كأول واحد لؤا ويوحنا يقولان أن يسوع ظهر أولا للنساء وهن بدورهن أخبرنا التلاميذ كويس فمين اللي ذهب للقبر والمسيح ظهر لمين أولا للمريمات ولا البطرس ولا كويس أي من التلاميذ ذهب إلى القبر أولا لؤا يذكر بطرس بينما يوحنا يقول بطرس ويوحنا واللي دخل القبر يعني آه الاثنين دول اول لما مريم المجدليه قالت لهم انه آه الجسد غير موجود الاثنين دول جريوا وبطرس كان سباق ليوحنا في الجري لكن يوحنا سبقه رقد اولا فال راحوا الى الى القبر لكنه آه اي من التلاميذ ذهب اولا القبر خلينا ناخد الاجابه على للرد على هذه التناقضات آه يا ريت. الظاهريه اوكي وانا بقول ظاهريه لانها فعلا هي تناقضات ظاهريه وليست تناقضات جوهريه. كل التناقضات تناقضات ظاهريه نفهمها فقط في ضوء موضوع وغرض كل كاتب، يعني زي ما قلنا انه الاناجيل ليست سرد للسيره الذاتيه باليوم واللحظه لحياه الرب يسوع. كويس؟ الاناجيل كتبت عن الرب يسوع لكن كتبت من زوايا مختلفه. متى كتب لليهود فنقطة تركيزه مختلفة عن مرقس مرقس كتب ليقدم المسيح العبد المتألم لوقا كتب للأمم يقدم المسيح على الإنسان الكامل يوحنا كتب لكي ما يؤكد لاهوت المسيح كويس فكل واحد منهم كتب من منظور مختلف عشان كده ممكن واحد يذكر معجزه والثاني ما يذكرهاش كويس يعني معلش انا مضطر اقطعك اه لا معلش مم؟ احنا بنتكلم على حدث كان ليه وقت ومكان واضحين جدا كويس والتلاميذ دول كانوا كلهم عايشين ومعاصرين للوقت ده صح فواحد بيقول انا شفت بطرس مم. والتاني بيقول انا شفت لا يوحنا كان مع بطرس اوكي طيب الاثنين شافوا منظر واحد صح. مش منظرين م. اللي هو حدث القبر الفارغ طيب ازاي ده شاف واحد وازاي ده شاف الاثنين مع ان الاثنين موجودين والاثنين ها... كانوا عايشين هقول لك كويس زي مثلا حصل حدث معين م. كويس انا وانت م. آه... انت بتشتغل مثلا آه... آه... طبيب م. وانا بشتغل رجل بوليس واحنا الاثنين راكبين العربيه حصلت حادثه قدامنا على الهاي واي الطريق السريع اضطرينا ننزل من العربيه ونشوف الحادثه تمام كويس انت كطبيب كويس لما تيجي تكتب تقرير عن اللي انت شفته ايه نقطه تركيزك تركيزك هتكون على مين على الإصابات. الاصابات واول ما هتجري هتجري تشوف اذا كان في حد بليدنج عنده نزيف دم ولا حد متعور وممكن تجيب شاش من عربيه عندك ولو عندك اي اسعافات اوليه بتعملها انت مش مهتم بال... يعني بشغليتي ب... بقى التحقيق والنيابه بالظبط آه. التفاصيل الثانيه دي مش هي مش هي تركيزك انت كل تركيزك وانت في النقطه دي انك بتعمل ايه بتكتب كطبيب م. اللي انت شفته انا كرجل بوليس انا هكتب تقرير هقول اللي انت قلته بس يمكن اقوله بطريقه مختلفه لكن تركيزي هيكون على مين اللي غلطان يمكن السواق ده كان شارب يمكن ما كانش حاطط الحزام م. يمكن ان هو كان بيتكلم في التليفون وعشان كده ما كانش مركز في السواقه فعمل حادثه هتكلم عن الاجزاء دي ممكن اقول انه في مثلا اصابات بس انا مش هذكر انه واحد اصابته عنده جرح خمسة سم كويس أنا عدم ذكر ليها لا يعني إنها مش موجودة. عدم ذكر ليها لأن أنا بكتب بغرض مختلف عن اللي أنت بتكتب عنه. م. أنت هتكتب لو هتكتب عن جرح هتقول الجرح ده عميق غويط آه طوله قد إيه؟ عرضه قد إيه؟ ده التفاصيل. فلما يجي يوحنا أو مرقس أو لوقا يكتب من البداية مثلاً متى وهو بيكتب هو النقطة الأساسية اللي عايز يكتب عنها إن يسوع هو المسيح المنتظر. م. كويس عشان كده كل التركيز من البداية حتى من سلسلة نسب الرب يسوع إلى النهاية هو بيأكد على أنه المسيح هو ابن داود بحسب الجسد المسيح المنتظر اللي كل نبوات العهد القديم اتكلمت عنه طيب أنا لما أحب أروي القصة دي لحد ما سمعش عنها عن القيامة ويقول لي احكي لي مين هو يسوع وحكيت له من الميلاد لحد اللحظه دي مثلا وجيت قلت له اقول له بقى روايه باللوقه ولا روايه متى ولا روايه يوحنا ولا يوحنا لم يذكر مثلا انه 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 الملاك يوحنا لم يذكر لنا شيء عن الملاك كويس يبقى عندنا, عندنا أوكي. انا عندي اكتر من روايه أوكي. لحدث واحد اوكي تقريرك وتقريري الاثنين بياكدوا إن الحدث انه الحدث تم اوكي كلهم كده فإيه اللي, إيه إللي اتفق عليه الاربع نجيل م. الأربع بخصوص القيامة م. الاربع نجيل اتفقوا عليه اتفقوا اول حاجة ان المسيح قام في اول الاسبوع تمام كويس اتفقوا على ثاني حاجة ان القبر الحجر كان مدحرج اتفقوا ثالث حاجة ان المريمات راحوا كويس واحد ركز على مريم المجدلية واحد ركز على مريم وسالومي الى أخره لكن المريمات راحوا تمام. الحاجة الرابعة انه الحراس اصيبوا بنوع من ال... العمى وجريوا الى الكتبه والفريسين ورؤساء الشعب يقولوا لهم حصل كذا 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 كويس المسيح ظهر والاهم من ده كله انه القبر فارغ بالظبط والقبر فارغ والمسيح ظهر والمسيح ظهر لبطرس وظهر لكذا وكذا 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 كل كل دول تمام. فحقيقة الحدث نفسه لا يستطيع احد انه يلغيها لكن وانا بكتب ممكن يكون تركيزي على مريم المجدليه، م. ممكن تركيزك انت على انه لا اللي دحرج الحجر الملاك اللي ظهر وكلم المريمات، فوجود هذه الاختلافات كمان شوف اللي عايز يعمل كذبه يعني انا انا وانت مثلا كنا زمان لما واحنا اطفال وعايزين مثلا نلعب كره قدم ونتفق انا واصحابي ان احنا عايزين بعد المدرسه نروح نلعب ايه كره قدم ونجيب الشنط بتاعتنا فاكر الشنط بتاعتنا ونعملها جون ال... نعملها جون <applause> كنا نحط الشنط دي جون أوه. كنا لا كنا ممكن نتفق لما نروح لانه اهالينا مش عايزيننا نعمل كده كويس لما نروح نقول ايه عشان ما حدش فينا يتمسك فاحنا نتفق على ايه على الكدبه من دلوقتي على الكدبه نتفق عليها ونبقى رجاله اه طبعا يعني احنا اتأخرنا علشان في عيال طلعت علينا وكانت تضربنا فجرينا ورحنا من الشارع الفلاني. اه والشنطه المقربه دي ازاي؟ ما انا بقول لك الفكره ايه؟ لو انا لو انا لو انا هكذب لو آه. التلاميذ حابين ي... ي... القيامه دي كذبه ومش حقيقه وحابين ان هم يقدموا الكذبه دي مم. اقل ما يمكن كان لابد ان يتفقوا على الديتيلز. مم. كويس؟ عدم اتفاقهم على التفاصيل الصغيره اكبر دليل على تاريخيه الحدث م. ازاي يعني 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 تاريخيه الحدث نفسه دليلها انه التلاميذ وهم بيكتبوا بيكتبوا الاغراض لاهوتيه كويس وعشان كده في بعض التفاصيل واحد ذكرها والتاني ما ذكرهاش لو هي كذبه اقل ما يمكن يعمل علشان الكذبه دي انه نقعد مع بعض تعالوا عشان ما نتفضحش لان احنا بنتفضح فين في التفاصيل علشان ما نتفضحش نقعد مع بعض ونتفق م. نمشيها في الاربع اناجيل بطرس نمشيها في الاربع اناجيل زي ما هي او بطرس ويوحنا او النسوه كده ما هي دي يعني هي فوجود هذه الاختلافات اكبر دليل على صدق كتاب الأنجيل م. لانهم لو ارادوا ان يخدعوا القراء لاتفقوا فيما بينهم على نفس الامور التي يريدون ان يصدقوها انا عايز الناس تصدق كذا 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 فخلينا احنا نقدم الفكره دي باربع من اربع حقائق الأربع أناجيل لكن وجود الاختلافات ده أمر يدل على المصداقية ملاك أم ملاكين بقى مم. مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسالومي أو يونا متى ويوحنا أك... ركزوا على المجدلية ده الهدف بتاعه بينما مرقس ولوقا كتب من ذهب للقبر أولا كل التركيز بتاعه أنه مين اللي ذهب للقبر أولا وواحد تاني كتب على مريم المجدلية اللي راحت للقبر أولا يعني فويس. نقدر نقول قسيس أشرف إنه كل واحد شخصيته وثقافته واهتمامه الشخصي م. الإنساني م. البحت هو اللي أثر عليه في كتابته وسرده للقصة. أه ولا تنسى شيء آخر مهم مسوقين من الروح القدس. شور. كويس. ما اختلفناش ف... في دي ف... لأن أه هم يو... ذكروا يو... الحقائق كلها. يعني يوحنا يوم كتب كتب وكل هدفه إنه يكتب إنه لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي يكون لكم ان امنتم يعني حياة باسمه فالغرض من بداية الانجيل يوحنا هو ان يخدني الى الإيمان بيسوع م ده الغرض يسوع م ابن الله من بداية اول عبارة في البدء كان الكلمة إلى نهاية الانجيل ده الهدف اللي واخدني ليه كويس فالهدف ده عشان كده حتى يوحنا ذكر لنا معجزات مم. لم تذكر في الاناجيل الاخرى يعني سبع يوحنا مثلا كتب كتب سباعيه المعجزات كتب سبعية من انا كلام المسيح انا هو طريق الحق والحياه انا هو خبز العالم انا كويس كتب كمان سبعية معجزات مم. وكتب سبعية شهود شهاده عن المسيح يعني انت لما تقرا انجيل يوحنا هو رتبه وعشان كده الاناجيل في معظمها ليست مترتبه ترتيب آآ تاريخي م. هو مترتب ترتيب موضوعي. كويس؟ يعني ممكن حدث يجي قبل حدث، ليه؟ لأن هو بيكلمني عن موضوع، يعني م. مثلا هقول لك احنا يمكن ده مش في مجالنا بس، م. بس مثلا لو خدت تجربة الرب يسوع على الجبل. احنا عندنا ثلاث تجارب، صح؟ متى بيذكر لنا أول تجربة إنه حول الحجارة إلى خبز. ثاني تجربة بيذكرها انه اخذوا على جناحي الهيكل وقال له آه يعني القي نفسك حلو. والى اخره اخر واحده قال له وري له وريني ممالك كل الارض وقال له اسجد ليا وانا ادي لك كل هذه الممالك لما تيجي للؤى وهو بيتكلم عن الـ الـ عن التجربه لؤى بدل جاب الاخيره رقم اثنين وجاب اثنين حطها في ثلاثه يعني يعني اخر اثنين بدلهم لؤى ليه؟ لانه هدف لؤى اخر واحده يقول الكتاب فتركه الشيطان الى حين يعني يعني في اورشليم اخر 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 تجربه كانت على جناحي الـ على الهيكل عند الهيكل في مدينه اورشليم كويس ليه لو عايز يقول كده لان لو انهى التجربه دي بعباره مهمه جدا فتركه الى حين عايز يقول انه المعركه الاساسيه بين المسيح وما بين ابليس هي بدات هنا لكن هتكتمل في اورشليم على الصليب مم. عندما يسحق الرب يسوع ابليس و... ورئيس حق راس الحيه فده الغرض اللاهوتي فانا لو فهمت الغرض اللاهوتي آه. افهم انه لا ده مفيش تناقض ده انت بتكتب بغرض لاهوتي يعني اللي يتكلم بشكل سطحي ويقول ادي عندكم اربع اشخاص او اربع اناجيل او اربع بشائر زي ما بتقولوا وكل واحد بيروي في تفاصيل معينة مختلفة عن التاني أرجع وأقول له أنه في شخصية بتسرد حسب ما هي اتكونت برضو تكوين الشخصي لكل شخصية يختلف عن التاني وكل واحد من زاوية مختلفة قال اللي عنده لكن زي ما حضرتك قلت أسيس أشرف ودي النقطة المهمة جدا هي أنه كل واحد ذكر حقيقة هامة جدا اللي هي عمود الإنجيل كله هي أنه المسيح دخل القبر مات دفن قام وده اعلن للكل ده بالظبط طيب انقل معاك يا سياده أشرف... الاولاني اوكي مم. انقل معاك لنقطه شويه مم. انت بتحبها مم. انا عارف <applause> مش عارف لسه انت لسه ما قلتليش اعرف ازاي انا عارف ان انت بتحبها <applause> العلم يا أبونا مم. انت انت دكتور و... وبتحترم العلم طبعا والعلم كله عندك يعني لكن العلم بيعترض والعلماء كتير كتير جدا بيعترضوا مع كلمه معجزه مم. يقولك معلش كلمه بقى معجزه او شيطان او عفاريت والحاجات دي ما كلمني كلام علمي انا راجل علمي م. تقول لي معجزه واقام وعمل يعني دي قصص الاديان اللي الناس الغلابه بتستند عليها لان هم ما عندهمش نور وعلم وكافي آه آه. فيؤمنوا انه في عفاريت وسمعنا من من اسبوع تقريبا ان في القاهره كان او في بلد من بلاد الصعيد انه قريه ولعت فيها آه عفاريت م. وحاجات كده، م. فدايما يقولوا لك اه يعني ارجع ورا كل ده رأي مهم ابونا، يقول لك ارجع ورا ورا كل مكان فيه إيمان بالعفاريت والشياطين والكلام ده، تلاقي مفيش علم، تلاقي في فقر كبير جدا، جهل، آه عدم مع معرفة، الأمور م. دي كلها، م. وكذلك اللي بيؤمن بالمعجزات اللي هي أي حاجة فيها معجزة، يقول لك ده في مش عارفة مين قام، مين حصل له إيه. م. م. كلمة معجزة هل بتعترض مع مع كلمة علم ولا الاتنين بيكملوا بعض ولا اتنين بيختلفوا ووضح لنا النقطه دي طيب هو المخرج بيقول لي معانا مكالمه بس غالبا الصوت مش واصل لك انا الحقيقه مش سامع أو. اه فنرحب بال... بالمداخله لو حضرتك آه سامع بيتر من سامع اه اوكي آه، خالد خالد من نعم خالد اهلا بك يا اخ خالد من اسكتلندا اتفضل انا حديثكم وتابعت التبريرات اللي جبتوها على اساس انه 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 الصلب الصل ما حدثش او حدث وشهود لاحظوا انه المسيح قام من من القبر ماله آه. اه في احد فيكم يجيد اللغه الانجليزيه؟ انا طبعا من اسكتلندا اه اتفضل هل فيكم احد يجيد اللغه الانجليزيه؟ آه يعني اتفضل قول لنا قول لنا السؤال طبعا اذا كان عندكم الكتاب الكتاب المقدس العهد القديم والجديد اللي اشرف عليه الملك ديفيد الملك شو اسمه هذا لحظه شويه تشارلز كتب في النص في 11 8 كتب فيها كيوريفيكيشن الكيوريفيكيشن هذه راجعت يعني القواميس فيها ووجدت ان القواميس تعني التخيل او التصور. مم. يعني ما حاجة انما تخيلوا. وانا لو قرات لك نص فيها آه. آه. الدين النص آه. الدين اديني النص الكتابي طيب حضرتك قولي الايه الايه موجوده فين؟ في كم؟ ريفيليشن ثمانية ريفيليشن 8؟ ريفيليشن Revelation هو. 11/8. Was... Okay, Revelation صفر الرؤيا وأصحاح 8 11/8. 11/8. 11/8. حاضر. And their dead bodies shall lie in the street of the great city. Okay. Which, uh, spiritually is called Sodom and Egypt. Oh. Uh, and Egypt, yeah. Uh, where also our Lord was created and الكلمه اصلها يوناني كلمه uh, مصدرها كلمه هذه تعني باللغه باللغه اليونانيه تعني الخيال او التخيل والتصور وهذا ما يطابق ما هو ورد في القران الكريم ما قتلوه وما طلبوه انما شبه لهم الشيء فقه ضمه مش شبه شبه والتشبه والشبه بالضمه يعني اعتقدوا او تصوروا او تخيلوا فانتم يعني مع احترامي لكم يعني okay. اوكي هالف... تاخذوها بالاعتبار لانه تقلب المواضيع راس على عقد فعمليه الكريفيكيشن او الكريفيكيون تعني التخيل او التصور اولا يعني اولا 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 النص النص اللي معايا في اللغه الانجليزيه حضرتك بيقول في نهايه عدد 8 زي ما حضرتك بتقول لنا بيقول where their lord was also crucified صح crucified أيوة crucified معناته تخيلوا ك... ازاي جبت يجيب... كلمه لا. ازاي جبت كروسوفايد الى تخيلوا او شبه له؟ القواميس انا رجعت القواميس قم... يعني إيه حبيبي قاموس ايه حبيبي؟ قاموس ايه؟ اي واحد يقول لي قاموس ايه؟ قدامي جبت رجعت... جبت و... قول قل... لي اسم القاموس القاموس اسمه حبيبي اكتب عليك اسمه ايه؟ ويبستر ويبستر ده الانجلش رجعت... اوكي قاموس انجلش حاضر هل حضرتك نوم. اه كمل قلت لك يعني هو موجود في اوكسفورد ديكشنري الكبير راجعت ايضا طب هل هل حضرتك تقدر هل حضرتك بما انك معاك القاموس تقدر تجيب لي كلمه كروسيفايد لا أو انا انا رجعت للمكتبة المكتبه وطالعت كل القواميس اللي موجوده فيها يعني انا لو عملت سيرش أنا دلوقتي يعني لو انا عملت سيرش دلوقتي, أتمنى دلوقتي أتمنى على أتمنى على, أتمنى جوجل أتمنى على جوجل عشان اجيب القاموس كلمه crucified اللي هي صلب حيث صلب الرب يعني المكان الذي صلب فيه الرب where their lord was also crucified the crucified او crucifixions معنى الصلب لا تعني ابدا التخيل الحالي بمفهوم الكنيسه الحين الكنائس عموما بتعتبروها الموت حاليا إنت إيه احنا ما احنا بناخد فيها. احنا بناخد احنا بناخد الكلمه حاضر احنا حضر. احنا, حضر. إحنا ب... انا هوعدك حاجه انا هجيبها لك باللغه اليونانيه انا يعني عشان اطلع القاموس من اللابتوب لازم هلغي الباوربوينت وكده لكن انا ال... هوعدك اجيب لك الكلمه اليونانية بتاعت الكروسفيكشنز كلمه الكلمه اليونانية لل... للكروسفيكشنز هجيبها لك وتعني ايه الكلمه دي لانها تعني علق على صليب علق على خشبه ده معنى الكلمه جايه من كلمه انه انه واحد علقته على صليب على خشبه فمات فلما يقول الكتاب انه حيث صلب الصلب كلمه مرادفه للموت لما يقول ان الرب يسوع صلب من اجلنا اي نعم ان الرب يسوع مات من اجلنا ليه لان احنا عارفين انه الرب يسوع عندما صلب مات ولم يغم عليه ولم يظن الاخرين انه اغمى عليه لكنه مات واكبر دليل على انه مات انه لم يكسروا عظام رجليه لانه لما جم اليه قالوا عشان نعجل الموت احنا نكسر العظام بتاعة رجلين فبالتالي يجعلوا عملية التنفس من المستحيل فيموت المصلوب بسرعة لما آتوا للرب يسوع وجدوه أنه أسلم الروح وعلشان يتأكدوا أنه هو مات طعن بالحربة في جنبه فخرج من جنبه ماء ودم فده ده دليل على الموت فالكتاب المقدس ما بيتكلمش عن انه ظنوا ظنوا إنه هو مات او تخيلوا انه هو مات لا ده نزلوه من على صليب بعدما تاكدوا انه قد مات وعشان كده كلمه الصلب عندنا احنا في مفهومنا تعني الموت لكن لا تعني انه ظنوا انه موت حتى في لغتها الاصليه تعني الموت إعدام. هي وسيله اعدام وسيله اعدام فوسيله اعدام تعني موت لكن حضرتك الكلمه اليونانيه انا ممكن اجيبها لك انت بتقول لي الانجليزي الانجليزي عندي هنا جنبيها اهو كان كويس و أه 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 الكلمة مترجمة كروسيفايد حيث صلب صلب عموما نشكرك لأجل مداخلتك ونسعد بأي أه أه اي استفسار او اي سؤال اخر ممكن حضرتك تكون لل... عندك كلامنا. نرجع نرجع <سؤال> نرجع للكلام <سؤال> هو الفكره انه هو بيحاول يثبت ال... أه, ال... 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 اه بيحاول يثبت ال... القصه القرانيه كويس القصه القرانيه انه ما ماتش صلب لكنه ما ماتش كويس؟ ف... فا اللي انا بقوله ان الاخ المسلم عنده مشكله كبيره جدا مشكلته رهيبه جدا ولازم يجد لها حل ليه؟ لانه على المدعي انه ياتي بالدليل فهو بيحاول انه يجد دليل حتى انه يغير في معاني الكلمات يعني, يعني يجعلها تقول ما لا تقول علشان يثبت انه المسيح ما ماتش هو عن عنده مشكله ان هو قال لي عباره انه وما صلبوه او ما قتلوه هو عايز يثبت انه المسيح ما ماتش كويس لكنه لم ياتي لي بالدليل وقلت المره اللي فاتت انه اللي, اللي موجود اللي عنده مشكله مش احنا ليه لانه صلب المسيح مؤكد كتابيا صلب المسيح مؤكد من نبوات العهد القديم احنا كمان حتى في الحلقه نفسها بنتكلم النهارده على الاربع بشائر بالظبط اللي هم وش العهد الجديد بدايه اول ما بتفتح العهد الجديد اول اربع بشائر بيتفقوا في اهم نقطه هي إن اللي يت... عامله الخلاف كله بالزبط. انه ف... انه يسوع المسيح هو رب هو اله هو اللي مات هو اللي صلب هو اللي صلب هو اللي مات هو اللي دخل القبر هو اللي قام من بين الاموات بيشهد الـ الـ ده صح مش بس الاربع نجيل فموته موته مؤكد ليا من العهد القديم لانه النبوات بتتكلم كدة والا يكون الله كاذب موته مؤكد ليا تاريخيا من خلال الاربع نجيل كويس موته موكد ليا ايضا من خارج الكتاب المقدس إنه المسيح صلب ومات و و و وهناك مصادر كثيرة كتابات سواء يوسيفوس كاتب يهودي أو بليني داينجر أو ستوس أو غيرهم اللي هم كتاب مشهورين قوي رومان مؤرخين رومان كانوا بيكتبوا على المؤمنين الأوائل أنه إزاي هذا الإيمان اللي هم بيؤمنوا قال أنه زعيمهم مات وصلب كويس فأنا حتى يعني الكتابات دي كلها موجوده، كتابات مؤرخين غير مؤمنين اتكلموا عن إيمان التلاميذ إنه المسيح فعلا صلب وإنه وإنه مات. يجي أنا بقى واحد بعد 600 سنة يجي كده طرزان مش جايب أي حاجة. كل اللي علينا إن أنا أقبله. جاي كده يقول لي لا ده ما ماتش يا راجل. لا أقول كلام غير ده. ما ما يعني طب إيه الدليل؟ ما عنديش دليل. طب قدم لي دليل واحد قل لي دليل واحد انه المسيح لم يمت يقول لك هو كده يعني هو كده هو لم يمت طب إيه, ايه اقنعني ما عنديش دليل فيبدا بقى اخونا المسلم يعمل ايه يبدا يحور ويحاول و و و و و و و و يدعبس يعني انا بدل ما امسك في كلمه زي دي يثبت وكمان معناها باليونانية هيجي دلوقتي لا هي بروسوفايد. يعني ما هيش معنى, معنى أنه أسيب الحقائق اللي واضحة الشمس الموت. يعني أسيب الشمس المنورة في الكتاب كله أنه المسيح قام من بين الأموات ما قامش من بين التخيلات ولا قام من بين الغفلات لا ده قام من بين الأموات اسيب الحقائق اللي واضحه زي الشمس دي وامسك في معنى قابل لل ان اجيب معناه واشوفه جاي ازاي و... يعني لا هو هو الحقيقه 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 يمكن كمان اكبر من كده انه م. هو بيحاول يبرر النص الكتاب اللي عنده و... وده حقه م. هو بيؤمن بيه فده حقه ما هو غصب عنه يعني يعني أه. لازم هيعمل كده يعني يا اما ان هو يقول النص اللي عندي ده غير حقيقي يعني ما هو ببساطه لو ما أ... لو ما امنش انه شبه له يبقى اصل ده نص جوه القران ما ينفعش ما يؤمنش بيه لانه لو ما امنش بيه يبقى الباقي كله ما هو كمان ما هو ما يؤمنش انا بي. انا دلوقتي يامن يعني بيه كله على بعضه يا يسيبه كله على بعضه انا دلوقتي مثلا ايه زي زي ممكن اه معنا بعض المداخلات كمان أوكي. طيب هنكمل آه. جيمس من السودان آه، سلام المسيح يا أخي أشرف سلام المسيح جيمس، إزايك؟ آه، شكرا جزيلا يا دكتور أشرف على هذا البرنامج. الرب يباركك حبيبي. وأنا سلام المسيح للأخ بيتر. بي... آه، بيتر غالبا عنده مشكلة في السماعة فبيسلم عليك الأخ جيمس. أهلا بيك أخي جيمس. أسف جدا عندي آه، أول مشكلة. أول في في مرة يا أخي بيتر ومرحبا وشكرا جزيلا على هذه الأسئلة والتوزيع الجيد. الرب يباركك حبيبي شكرا ليك يا جيمس اه اوكي انا انا عاوز ارد على الاخ خالد اه تفضل آه، على الاخوه المسلمين عموما الا يدافعوا عن الاسلام من خلال مناقشه المسيحيه اه المسيحيه شيء والاسلام شيء عليهم ان يعرف هذا الكلام مم. المسيحيه شيء والاسلام شيء عليهم ان يعني يعرف هذا الكلام. ايوه. نمبر المسيح... تو الاسلام جاء بعد المسيحيه يعني ب... 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 بسته قرون. ايوه صح 600 سنه. ولا ولا يمكن لا يمكن منطقيا وعلميا إنه كلامك جاء حكيرا هو صح 100% وكلام الأولاني غلط. أيوه. من المفروض أي إنسان لما يبحث ويعرف الحقيقة يرجع إلى الأقدم. صح. فالأخي خالد أنا حقول له إنه كل القرآن بتاعكم والتناقضات الموجودة في القرآن بتاعكم وحتى الحج والصوم ورمضان والكلام الفارض كله عليك أن تدرس وتشوف فيه. واترك المسيحيه، المسيحيه دافع عن نفسها صحيح. والمسيحيه لم يريق ولا دما من واحد منذ أن زار حتى اليوم قبل 2000 يعني. سنه. اشكرك يا اخ جيمس، شكرا ليك حبيبي. شكرا يا جيمس. ااا آه آه فال دي النقطة انه انت انت ايه الأدلة بتاعتك؟ هي دي النقطة. وده اللي هيكمله لنا الاخ زيتوني الاخ زيتوني معنا تليفون من تونس الاخ زيتوني دكتور عزيز ايوه حبيبي اتفضل مرحبا بيك دكتور مرحبا بيك. بيك دكتور عزيز اهلا وسهلا بيك اخ زيتون بالله في مداخله خفيفه لانكم دائما المتدخل الذي قبلي يقول عندك في كتابك المقدس يقول كلمه ظن بل أنه قطع من أرض الأحياء كويس اليهود بأنه قد مات يسوع لذلك أكد القرآن في هذه الحادثة يقول وما قتلوه وما قلبوه لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان لا يمكن أن يقبل بأن المسيح يموت ملعونا أولاً. يقول وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه، أي شبه لهم طيب. القتل والصلب، هذا يمشي يمشي في الآية التي قالها في العهد القديم. ظنوه. آه. طيب. بل ظنوه أنه قتل من أرض الأحياء. وأنا أطلب منك. انت يا دكتور عزمي ان تثبت بان يسوع حي انه موجود على الارض نعم نحن نقول بانه احنا المشكله ليس ان يسوع قام قام لانه لم يمت احنا كمسلم لا اؤمن بان المسيح قد مات على الصليب لماذا؟ بالله اسمع ماذا تقول بالله يجب ان نفعل مناظرة الذي مع نقرا الكتاب المقدس ليس في دقيقه او دقيقتين لانكم لا تقبلون الكلام ونحن عندما نحن لا نقبل بان يسوع المسيح عليه السلام وهو سيدنا عيسى عليه انه لماذا انه نبي؟ بكتاب المقدس طيب. يقول في متى بالله اسمعني ولو في دقيقة في متى الإصحاح السادس والعشرون ممكن أن تجد الكتاب والله بين يديك دكتور عزمي يقول في الإصحاح السادس والعشرون والآية واحد وثلاثون ماذا تقول؟ حينئذ قال لهم يسوع كلكم تشكون في هذه الليلة لأنه مكتوب أني أرسل بالرأي فتتبدد خلاف الرأي ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجميع فأجاب بطرس بالله عليك يا فعالي فأجاب بطرس وقال له شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً ممكن أن الدكتور حزمي ليس أعظم من بطرس وتميز تلميذ يسوع في ذلك الوقت قال له يسوع الحق اقول لك لان الله اوحى له بان بطرس سيشك وسيكذب قال انك في هذه الليله قبل ان يصيح الديك توكلني ثلاث مرات قال له بطل ولو اضطررت ولو اضطررت ان اموت معك لا امكنك وانت تعلم انه وفي السيد السيناتور بالله عليك دقيقه واحده دكتور انا انا مدي لك وقتك انا مدي لك جاء معهم يسوع جاء معهم يسوع الى بيعه يقال له جسد سيناني آه. <applause> <applause> خلينا جاوبك خلينا جاوب خلينا جاوبك خلينا جاوبك مش كده يعني انا اديت لحضرتك وقت كفايه تقول كل اللي عندك بس يعني خليني امشي معاك واحده بواحده ويعني اول حاجه نروح الى اشعياء 53 حضرتك جبت من اشعياء 53 كويس وبما انك انت خدت من اشعياء 53 ما ينفعش تاخد ايه وتمشي بيها يعني معنى كده ان انت بتؤمن باشعياء كله اشعياء أه؟ وبالاخص اشعياء 53. فبنروح لاشعياء 53 يا اخ زيتوني. وفي عدد عدد اربعه. هبدا من عدد اربعه. بيقول لكن احزاننا حملها. نفس الشخص اللي بيتكلم انت اقتبست منه. واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا. وهو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا يعني انت بتتكلم عن الرب يسوع ده ده نبوه 700 سنه عن جراحه والامه وصلبه كويس اللي تنبأت عنه في أشعياء 53 لكن شوف يقول ايه ظلم ألم يظلم المسيح في في صلبه؟ نعم ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فا كشاة تطاق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه يعني رب يسوع وضع نفسه ولم يفتح فاه كان عنده استطاعة أنه زي ما قال لي بطرس أنا يعني ألا أستطيع أن أطلب من أبي فيرسل لي جيشا فحط سيفك في غمدك من الضغط ومن الدينونه حكم عليه وفي جيله من كان يظن الناس ظنت هنا ليس الظن هنا معناه انه لم يمت وفي جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحياء يعني ايه؟ يعني بموته انتهت سيرته ده اللي كان عايزه اليهود انه عندما ننهي على يسوع بالموت تنتهي سيره يسوع وتنتهي حياه يسوع انه نخلص على يسوع وعلى تعليمه وعلى حياته وعلى سيرته بان احنا نقوده للموت نحكم عليه بالموت وفي جيله من كان يظن انه قطع من ارض الاحكام يظنون انه بموته لن يعود له سيره اخرى لكن يكمل انه ضرب لكنه ضرب من اجل ذنب شعبي وجعل مع الاشرار قبل بالله عليك زي ما انت العباره اللي دايما تقول هالي انا مش بحلي بس بقول العباره اللي انت قلتها ازاي واحد جعل مع الاشرار قبره ومع غني عند موته الا تقبل ان المسيح قد مات والنبوه تقول عنه انه قد مات النبوه تقول عنه ايضا انه مات ومع غني عند موته مع انه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش انا مش هكمل بقيه الاصحاح لانه بدل الاصحاح بيقول حاجات تانية كتيرة قوي تؤكد موت المسيح لكن بس برد من الاصحاح على العبارة اللي انت خدتها ومن كان يظن انه ظنوا هم ظنوا انه انتهت حياته لكنهم لم يظنوا انه مات حقيقية لانه الكتاب بيقول لنا انه مات اما تيجي بقى ليه المسيح مات ودي النقطة الجوهرية في الخلاف ما بين الاسلام وما بين المسيحيه مم. دي النقطه الاساسيه الخلافات الاساسيه الخلاف الاساسي, الأساسي انه الكفاره في الاسلام لا يوجد حاجه اسمها كفاره انه الانسان اخطا يروح لربنا ويقول له معلش حقك عليا ربنا يقول له مع السلامه العدل ده ما ينفعش تطبقه حتى مدنيا ما ينفعش ان انا مثلا اسيء اليك كويس وبعدين اقف قدام القاضي اقول له معلش انا هعتذر لبيتي يقول له معلش مع السلامه مم. لازم ادفع ثمن ايه ثمن خطيتي اجره الخطيه موت وده اللي مش قادر يفهمه الاخ المسلم والاخ زيتوني ان اجره الخطيه موت وان الوحيد الذي يستطيع ان يرفع هذه الخطيه هو شخص المسيح الذي خاد الخطيه ودينونه الخطيه ومات نيابه عنا على عود الصليب دي النقطه الجوهريه في الخلاف ما بين الاسلام وبين المسيحيه معانا مداخله اخرى اخ دانيال من الاخت فريال سوري الاخت فريال من لندن. مم. الو أه اخ اشرف اهلا وسهلا بحضرتك سلام من نعمه المسيح معاكم اهلا وسهلا أه بك المسيح قام حقا قام امين. أه اخ اشرف تعليقي انه الشيطان يكره الصليب طبعا لانه سحق المسيح سحق الشيطان على الصليب. مم. وايضا التعليم الشيطاني يرفض صلب المسيح لأن بالنسبة لهم أنه إلههم ماكر مم. وخير الماكرين صح. جاب شخص آخر وحط البديل عن يسوع له كل المجد حتى مم. ينصلب صح. فهذه حقيقة آه دائما آه آه يؤمنون بها بسبب إلههم الماكر مم. لكن وأيضا ما يعرفون مدى الخطيئة خطورة الخطيئة أو معنى الخطيئة طبعا. اللي هي التعدي على الله والاتصال آه. آه عن الله والعصيان لله وإلهنا إحنا قدوس وبار وطاهر لا يمكن أن ينظر إلى الخطيئة فهم يتصورون الخطيئة أنه شيء بسيط م. بشوية أعمال شوية حسنات الميزان عندهم يرتفع ميزان آه. الحسنات ويخفض السيئات وها هي الخطيه لان الهم ما يعرفون قداسه الرب م. هاي المشكله ده صح توما توما احنا ما نخجل لأي شيء في كتابنا نشكر الرب صح. لانه كتابنا هو الكتاب من الله صح توما شك بقيامه المسيح م. ولكن لما راى بعينيه الثقوب على يدي رب المجد وخلى اصبعه على جنبه امن Amen. وسجد Amen. وقال ربي والهي فاذا right. المسيح صلب ومات وهو Amen. الله ظاهر في الجسد لما قال ربي المسيح ما قال له لا يا توما انت لا تقول رب انا مش رب لا right. قبل هذه الكلمه وكل الاستجود له كل المجد امين فأنا شكرا اصلي للاخوه المسلمين ان الرب أمين. يشيل هاي الغشاوه من على عيونهم ويفتح قلوبهم خاصة الاخ زيتوني اعتقد يكره الصليب لكن الرب يهديك يا اخ زيتوني قبل ما يفوت الاوان وبعدين ما تلحق على نفسك أم. أمين. شكرا اختي فريال شكرا والرب يباركك أمين. امين ربي يباركك هي دي فعلا اخ بيتر النقطه الاساسيه ما بين الاسلام وما بين المسيحيه النقطه الاساسيه هي انه مفهوم الكفاره هو مش قادر يفهم كفاره المسيح مين. في مداخله اخرى اه الاخ جورج من كندا الو الو سلام الرب يسوع اهلا وسهلا بك اخ جورج أهلاً حبيبي اخي اشرف دكتور اشرف واخي بيتر انا بشك بشكرك جدا على البرنامج آ... الذي يشرح زوايا كتابه الاناجيل الاربع ربي آ... باربع اوجه غير متناقضه ولكن لكل وجه طبعا الزاويه التي يراها منها الكاتب بالروح صح القدس صح. آه أنا, ب... ب... أنا بشاركك أنه لو الإنسان كان يتفق على الكذب و... وغير الأشياء نحن ولماذا الكذب أخي أشرف ليس هناك مجال بالزارة. للإحتيال ماذا سينتفعون كلهم ماتوا وقتلوا وصلبوا وقطعت رقابهم من بالزارة. أجل الكلمة يعني. نحن لم نكتب أشعارا لم نكتب أشياء ليكون مم. لها فخر لل... للانسان الكاتب وانما كانت فخرا بالرب يسوع. Yeah. آه انا بس كلامي للاخ آه... الاخ خالد والاخ زيتوني mm. لو يطلعوا لل... بالقران انا من خلال القران وبرهن على موت المسيح وانه صلب يقول سلام علي يوم mm. ولدت يوم yeah. ولدت mm. ويوم مت ويوم بعدت حيا ah. ويوم مت لان يشبه لهم يشبه لمن يا اخ زيتوني امه واقفه، الاف الناس واقفين. نحن عندنا ثلاثه ركائز الولاده الاعجوبيه من مريم العضراء الروح القدس م. الاله المتجسد بالجسد م. الذي صلب وقام صح. اي ركيزه منها اي ركيزه منها كانت خاطئه وحاشة وسقطت لا يكون هناك حتى حتى مكان للمسيحيه. صح. صح. ملايين ومليارات م. من المسيحيين نحن نذهب ونبحث لقد شجعنا الرب يسوع على نبحث ونقرا ليس كماكم ان تتلقون الكلمات من من الشيوخ وما يقولون لكم وما يستون لكم والفتية تتغير عبر القرون وعبر الايام وعبر الساعات احيانا لمشتهياتهم اخي زيتوني متى ستفتح بصيرتك تذهب من محل الى محل وتتكلم انا لا لا اتضايق من ذلك ولكن الم بعد عشرات السنين اسمعك على من 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 قناه الى اخرى. الم تستيقظ بعد؟ اذهب وابحث في كتابك فستعلم الحقيقه، الرب يسوع لماذا مات؟ لماذا مات الرب يسوع؟ مات وتجسد الاله المتجسد لانه لا يستطيع اي بشر ان يحمل خطيئه بزح. في العالم باجمعها الا اذا كان الاله المتجسد شكرا شكرا ولأن... شكرا يا اخي جورج، اشكرك اشكرك معنا مداخلة أخرى، الأخ سمعان من أمريكا. أنت السماعة عندك مش جايبة خالص. معلش أنا هاخد المكالمات النهاردة بدالك. أخ سمعان، تفضل. ألو. سلام بوستن، دكتور أشرف أنا بحييكم على البرنامج الرائع، على المناقشة الحلوة. ربي يباركك حبيبي، ربنا يباركك. بدي أقول ملاحظة صغيرة، الأخ زيتوني بيتصل. الأخ زيتوني احمدي مم. والاحمديه بيؤمنوا بانه المسيح الصلب لكن اغمي عليه اه مم. وانه هو من الأول بعد ثلاثة ايام يعني. وهذا بناقض تماما القران القران آه. بيقول المسيح لم يصلب ولم مم. يموت أيوه. فالاخ زيتوني عنده مشكله انه احمدي والاسلام لا يؤمن بيقول القران فانتم للاسف الشديد واحد منكم قال له انت يا زيتوني روح حل مشكلتك مع محمد ومع القران وبعدين تعال اتفقش معنا. فإحنا <applause> يعني بنحب الاخ زيتوني وبنحب مداخلاته وبنصلي صدقني انه الرب يعني اه انا بحس انه هو انا انا بحس ان هو يعني اخ جاد يعني يعني هو يعني سيريس يعني يعني غيور على على ايمانه وده شيء كويس قوي. وبصلي انه ربنا يفتح بصيرته ويفتح عينه وهو يقارن هو بس مجرد يخرج بره القوقعه اللي هو فيها ويدرس بعين الباحث وليس بعين الناقد يعني بعين الباحث اللي بيجرد نفسه من الاشياء وبيبحث بالصدق وبحق عن الحقيقه ويقارن ما بين الاسلام وما بين القران وما بين المسيحيه وما بين قيامه المسيح في الكتاب المقدس لانه فعلا اخ سمعان يعني هي محتاجه إضاءة ونور وبصيرة واستنارة إلهية ليفتح الرب الذهن والعقل. أشكرك أخي سامعين أشكرك. نرجع؟ خلصت المكالمات. نرجع. احنا وقتنا اللي باقي قليل جدا. اه. فعندنا آه سبع أدلة على م. قيامة المسيح. اه معرفش ناخدهم ناخد نخد دول ازاي؟ ناخدهم آه يعني لازم ناخدهم النهاردة. <applause> طيب آه احنا قدمنا عشر دقايق واتمنى ان احنا او سبع دقايق المخرج ب او لو قلت عشر زعل يبقى كل دليل في دقيقة اه حاضر آه اولا قيامة المسيح آه يعني من الجزء اللي بخاص بالمعجزة اللي زي ما انت حضرتك قلت في البداية المعجزات لا تتعارض مع الايمان آه هم بيقولوا ان المعجزات تتعارض مع الايمان آه او مع العلم سوري وعشان كده هم بيرفضوا اي حاجه اي الانسان الطبيعي بيرفض كل ما هو يفوق ادراكه البشري قيامه المسيح لا تتعارض مع المنطق البشري هي تسمو المنطق البشري لكن لا تتعارض معاه العلم يقول ان الميت لا يمكن ان يقوم كويس لكن العلم محدود وكما ثبت ان الميت لا يمكن ان يقوم بالوسائل الطبيعيه لكنه لم يثبت استحاله قيامه الميت بقوه فوق طبيعيه انت ليه بتفرضها عليا يعني دي حاجه لما نيجي بقى الادله قيامه المسيح م. ودي الادله دي موجوده و... و... أول حاجه الختم الروماني المكسور ازاي م. ال... ازاي ختم روماني يتكسر يعني ايه اللي كسره فقال لهم بيلاطس عندكم حراس اذهبوا واضبطوا كما تعلمون فمدوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر ختمه الحجر دي قدامها موت اذا اتكسرت م. لان دي بتحمل السلطه الرومانيه فمن الذي يستطيع أن يكسر الختم الموجود على القبر والختم ده يتكسر إذا تحرك الحجر م. فالختم الروماني المكسور دليل على قيامة المسيح أنه حدث لم يستطع لا يستطيع العسكر ولا يستطع تلاميذ المسيح أن يعملوه حاجة ثانية الحجر المدحرج من يدحرج لنا الحجر ده كان سؤال المريمات م. إحنا ضعفاء ستات ضعفاء مين هيدحرج لنا الحجر الكبير دون مم. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلومي حنوطا لياتينا ويدهنه وبكرا جدا في اول اسبوع اتينا القبر اذ الشمس وكنا يقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر فتطلعنا وراينا ان الحجر قد دحرج لانه كان عظيما جدا مم. يبقى الحجر المدحرج برهان على قيامه المسيح تمام كويس دليل ده شاهد اخر لكنه اروح للدليل الرابع ال او سوري ده دليل الثالث اه يكلمني هنا عن هروب الحراس الحراس هربوا ازاي حارس مكلف يهرب م. ده مصيره الاعدام م. حكم بالموت وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنه والفريسين الى بيلاطس قال يا سيد قد تذكرنا ان ذلك المضل قال وهو حي ان بعد ثلاث ايام اقوم فمر بضبط القبر الى اليوم الثالث فقال لهم بيلاتوس عندكم حراس اذهبوا واضبطوا كما تعلمون فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر ازاي الحراس دول يهربوا من عند القبر باي سلطان هل يستطيع تلاميذ عزل مساكين فقراء خائفين مضطربين منزعجين ان يقتربوا الى حراس حاملين سلاح وسيوف ويحملوا كل السلطه الرومانيه معاهم مش ممكن الدليل الرابع دليل بعد كده الأكفان م. الأكفان اللي كانت موجودة عند القبر هذه الأكفان دليل اخر ناخذ مثلا كلام ثم جاسم عن بطرس ده موجود في يوحنا 20 ثم جاسم عن بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضوع آخر الأكفان موضوعة في جزء والمنديل ده ملفوف في جزء اخر موضوع في جزء اخر ده واحد قام واحد قام بقى براحته كده وفك نفسه كويس وبعدين فك ال 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 الاحنطه اللي عليه وفك الاشياء الاكفان دي وحطها وقام الدليل ده لا لانه لو اتسرق يتسرق باكفانه يعني انا لو رحت اخد جسد اخده بالاكفان بتاعته الدليل بعد كده حياه التلاميذ يعني حياه التلاميذ كان الدليل شوف التلاميذ ازاي تغيرت حياتهم. الخوف الخوف تحول الى شجاعه. ايه اللي خلى التلاميذ الخائفين المضطربين اللي قاعدين والابواب مغلقه؟ كويس تحولوا الى شجاعه بهذا الشكل. اليأس تحول الى رجاء. عندنا عندهم يأس كنا نظن انه هو المسيح، حول الى رجاء حي. النقران تحول الى اعتراف. بطرس يقف قدام الكتبة والفريسين يوم الخمسين يقول لهم أنتم أنكرتم القدوس البار بطرس ما أنت أنكرته لا ما أنا أنكرته بس هو شفاني أنا دلوقتي بعترف بيه قدام الناس كويس أعطوا ذواتهم بالكامل الرب. زي زي ما ذكر لينا آآ 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 الإخوة في المكالمات إنه الكذبة دايما تكذب عشان تنقذ نفسك من مشكلة هم قالوا إن المسيح قام فدخلتهم في مشكلة يعني يعني فمنهم 10 استشهدوا نتيجه وحضرتك ايمانهم وحضرتك ذكرت في الحلقه اللي فاتت انه كل واحد طريقه موته كانت شكلها ايه؟ بالظبط كل واحد يعني ابشع من الثاني ابشع من الثاني يعني 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 صعبه جدا لانه لو لو هي كذبه مش ممكن وهم اصحاب الكذبه ازاي يكون الامر ده؟ انا مش سامع فممكن اه يعني ف فقيامه المسيح قيامه حقيقيه وتاريخيه وقيامه أه سجلها شهود عيان وقيامة أثبتت تاريخيا ويمكن أحدث من الأحداث التي يمكن أن تثبته تاريخيا هو القيامة وكأن بولس لما بيتكلم في كورنثوس 15 وبيقول إيه؟ بيقول إنه وظهر لأكثر من 500 أخ وبعدين قال عبارة جميلة جدا إيه؟ وأكثرهم باق إلى الآن طب أهل كورنثوس كانوا بيحاولوا ينكروا قيامة المسيح لما يجي بول بولس يقول لهم واكثرهم باقين حتى الان عايز يقول لهم ايه الدليل التاريخي موجود م. لو انتم مش مصدقين كلامي روحوا اسالوا مين اللي شافوه بالظبط يعني يعني احنا في في كتير احياء روحوا اسالوهم وكان بولس بيقول انه دي قيامه حقيقيه تاريخيه المسيح مات بحسب الكتب ودفن المسيح قام بحسب الكتب وظهر لكثيرين ودي الحقيقه اللي بيستند عليها الايمان المسيحي مش كده الهنا حي أكيد. يسوعنا حي اكيد بالعقل البشري مش ممكن ابدا نفهم ولا نستوعب آه. هنفضل آه ناقص قد مش عارف فضل دي. دقيقه مم. طيب معلش السماعه <applause> عندي طايره خالص بالعقل البشري كل اللي احنا بنقوله ده مرفوض 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 واحنا ما فهمناش وامنا بالعقل احنا امنا مش برضو علشان اتولدنا في اسر مسيحيه لا احنا فهمنا وسالنا وبالايمان قبلنا هذه الحقيقه. وبالعقل ايضا وبالعقل ما هو العقل قد كده الادله العقل قد كده بس صح. احنا بنعرض امور بالعقل علشان نقرب شويه بالادله اللي بين ايدينا، لكن ان لم يعلن الرب لك ولكل واحد بنور خاص ليه واستناره خاصه ليه مش هيحصل أمين. اي امين. بشكركم ونشوفكم الحلقه الجايه في برنامجنا عبر الكتاب في موضوع جديد ونقله جديده في حياه كل واحد أمين. لكم مني سبيل. كل الشهر